السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. دي حلقة جديدة ولعبة جديدة معانا النهاردة، هي لعبة بلانت زو. اكتر من مرة حد طلبها مني في الكومنتس فنزلتها وقلت خلينا نجربها مع بعض. اللعبة هي يعني احنا اخترت ماب كده يكون شوية صحراوي في نفس الوقت، يعني ايه كبير، بحيث ان احنا نقدر نعمل فيه حديقة حيوانات كبيرة، وبإذن الله مع بعض هنعمل احلى حديقة حيوانات هتشوفوها على اليوتيوب بإذن الله. بس طبعا يعني انا متفائل جامد. يعني المبنى او البدايه بتاعتنا خالص، احنا معانا 40,000، معانا 40,000 دولار، ومعانا من العملات اللي هي الورقه ديت معانا 300، ولسه طبعا الناس صفر، والسعاده بتاعتنا والريت بتاعتنا الريت بتاعت الحديقه بتاعتنا لسه صفر. طيب اللي احنا عايزين نعمله ونركز فيه ان شاء الله في الحلقه ديت هو انه نعمل حديقه حيوانات صغيره على قد اللحاف بتاعنا، يعني على قد فلوسنا، وبحيث ان احنا نحاول نخليها تجيب لنا ارباح. طبعا هنا اذا كسرنا برضو في حكايه ان احنا ممكن ناخد من هنا قرض او كده، بس يعني مش عايز اقرب دايما ان احنا ناخد قروض، وخصوصا ان هنا عليهم يعني 10% اضافه، هنا 10% هنا 5%، يعني القروض ما عايز ابعد عنها على قد ما اقدر. فخليني اوريكم اللعبه ديت بتعتمد يعني في البناء بتاعها بشكل مختلف عن بلاند كوستر اللي احنا كنا لعبناه. لو جينا هنا هنلاقي في حاجه اسمها باور، بندوس على الزرار اللي تحت ده هيت ماب، خريطه الحراره، وهنيجي هنا نلاقي في حاجه اسمها باور. عندنا دي الدايره اللي متغطيه بالكهرباء بتاعتنا، لان في مباني والكلام ده كله اللي هنحطه لازم يكون في حدود الدايره دي، ما يطلعش عنها. مش مشكلة لو القفص نفسه أطول من الحد ده، بس إيه المهم إنه المبنى الرئيسي أو كده أو المحلات لازم تكون داخل الإطار ده بتاع الكهرباء. فخلونا نبتدي كده، إيه يعني نشوف هنعمل إيه. أنا المدخل دوت يعني مدخل كويس، معرفش ده عرضه قد إيه. أنا عايز أعمل أكبر حاجة نقدر عليها. لو جينا هنا عملت العرض بتاع المدخل، نطلع بس كده واحدة، والعرض بتاعه أهو كده. لو أنا عايزه 10 متر، شايفين دي 10 متر، فأنا عايز أخليه بصراحة 10 متر. هعمل إيه بقى؟ أجي هنا أحذف دي وأوصلها كده، بقت كده طالع 10 متر. يبقى هنا طريقين طالعين يطلعوا على 10 متر، ممتاز. دلوقتي نعمل بقى اللاين جريد ونطلع بده طريق مستقيم. احنا الدايرة بتاعتنا مش عارف تقريبا يمكن لحد هنا، ممكن نطلع كده بالشكل ده. اظن احنا كده يا دوبك دي نهاية الدايرة بتاعتنا. هنحتاج بقى منطقة للعمال، وكمان هنا في البيوت بتاعت العمال او كده، البيوت الخدمية يعني بتعمل صوت وازعاج حواليها، فالزوار ما بيحبوش يشوفوها، فاحنا لازم نخفي البيوت ديت عن الزوار. انا بفكر اخلي البيوت هنا اهوت في المكان ده مبدئيا يمين كده، مثلا نسيب لهم بلاطين زي كده، وبعدين نسيب برضو بلاطين تانيين مثلا حديقة حيوان صغيرة، مثلا نحط سلاحف، نحط حاجة صغيرة، ونعمل بعديها الطريق. فهعمل كده ايه هنا طريق مؤقت، والناحية التانية ممكن ما اخليهاش تيبيكال. الناحية التانية هنا مش هحط حديقة في، مش هحط مباني في الأول ورا، فمفيش مشكلة لو أنا عملت الطريق ده كده. بحس أنا مش عايز أخليها تيبيكال قوي، وعايزين نعمل حتة زي منتصف الحديقة بتاعتنا، أو يعني المكان اللي هيكون فيه المحلات والكلام ده. طبعا هنا دلوقتي انا حطيت هنا واحد من الحدائق الصغيرة، او واحد من السور اللي هيكون فيه الحيوانات. قفص، هنعمل قفص تاني هنا مثلا اكبر، يكون 3 بلاطات كده. هنعمل الرابع هنا بعده، يبقى هنا هوت عندنا. هنعمل المنطقة اللي هي بتاعت المطاعم بتاعتنا، منطقة المطاعم بتاعتنا خليها هنا كده الأول، بس خلينا نتأكد هل ده هيطول. يا دوبك احنا جوه هنا منطقة المطاعم. لو طلعت برا يبقى هنحتاج كهربا تاني، هو ممكن نحط كهربا تاني بس أنا مش عايز أصرف في البداية كتير. طيب يبقى هنغير شوية صغيرين في المخطط، يعني
نعتبر ان هنا هنحط منطقة المطاعم، وعايز اعمل منطقة للناس تقعد يعني، نخليها كده يعني، نحط كراسي وكذا، والمطاعم بره. تمام، ممكن نعملها كده. تمام، انا بظن كده ايه المكان ده هيكون كويس. الطريق دوت رجعت في كلامي، خلينا نعمله سيمتريك للناحية التانية، شكله أحلى. تمام، أظن كده شبكة الطرق بتاعتنا جاهزة مبدئيا. عايزين بقى نعمل الطرق التانية، اللي هي الطرق بتاعت في هنا عندنا يعني. لو تفتكروا بلانت كوستر كان فيها طريقين بس، اللي هو الطريق العادي والكيو ممر، وهنا بقى في طريق خاص بالعمال بس. الطريق الخاص بالعمال ده هاجي أحطه مثلا هنا، بس عايز أقيس الأول، فهجيب مباني العمال هنا الفاسيلتيز، نيجي على الستاف وناخد أول مبنى. خلينا ناخد مبنى يكون طويل كده عشان نعرف نحدد بيه، ونقول مثلا لو حطيناه هنا فبالتالي هنيجي نعمل قصاده طريق ونطلع بيه كده ونمشي مستقيم. دلوقتي بقى هاجي اكمل احط بقية المباني بتاعت الناس. المباني دي اللي انا حطيته الاولاني ده اللي هو الستاف روم، ده اللي بيقعدوا يستريحوا فيه يعني، الناس تيجي الموظفين بتوعنا يقعدوا جواه يستريحوا. وفي هنا حاجة كمان جميلة خليني اعرفكم عليها. دلوقتي مثلا انا حطيت مبنى، فانتوا لو تعرفوا اللي هي فكرة الجروب اللي هنا، مثلا ده جروب على بعضه، دلوقتي دوت يعتبر مبنى لوحده بس، وانا جاي عايز احط مباني تانية بنفس السوى مثلا، في نفس المكان وكده. فالافضل ان انا ايه احطها اعمل الاين. عشان تعمل الاين ممكن تاخد المبنى نفسه مثلا، ونقول هناخد المبنى ده اللي هو التريد سنتر، فدلوقتي كده هو فري معايا احطه في المكان اللي انا عايزه. لو انا حطيت الماوس هنا على المبنى التاني ودوست كده، بقيت داخل الجروب ده، الجروب رقم 6 زي ما انتم شايفين. وهنا بقى بص يبعد عنه بالظبط مسافة واحدة ويرجع ورا، يعني مربعات تبقى مظبوطة بحيث ان انت تعرف تنسق المباني بتاعتك. التريد سنتر اللي انا بحطه دلوقتي ده هو اهم مبنى اللي بتيجي عليه الحيوانات على طول اول ما نشتريها، فانا عايز احطه اقرب واحد هنا. الشجر ده انا هبعده دلوقتي. التريد سنتر ده اول ما نشتري حيوانات هو ده اللي يسمح لنا نشتري حيوانات، لو من غيره ما نعرفش نشتري حيوانات خالص. وفي عندنا هنا اسمه كيبر، الكيبر دوت اللي هو الناس اللي بتعتني بالحيوانات بتحتاج تيجي هنا، هو تجهز الوجبات الغذائية للحيوان، تجهز لهم كذا وبتاع وتيجي، فده هنحتاج منه. بس الأول في مبنى هنا دوت بتاع زي يعني فحص للحيوانات. الحيوان الجديد لما نجيبه نحطه في المبنى الفحص ده، يشوفوا ايه المشاكل اللي عنده، اذا كان عنده مرض، عنده وباء كذا، يعالجوه الأول وبعدين يدخلوه على الحديقة بتاعتنا. فأنا بحطهم بالترتيب اللي هو إيه اللي إحنا هنحتاجه إن شاء الله. كده هو اتحطينا دول، يبقى أحط بعده اللي هو الكيبر. الكيبر هحطه هنا، فكده عندنا تريد سنتر والمبنى بتاع الفحص هو الكيبر، ودوت مكان للراحة. باقي لنا مكانين، باقي لنا مبنيين، مبنى بتاع الريسيرش، وده هنحتاج منه أكتر من واحد، فبتوع الريسيرش ممكن أفكر إن أنا أحطهم هنا كده اتنين جنب بعض. وليه عمل لي الطريق بيلف كده؟ استنى، ده لما نيجي هنحط منه اتنين ان شاء الله، فانا سبت له المساحة دي يعني. فدلوقتي اجي انا حطينا من التريد سنتر حطيناه كمان، اللي بقى لنا ايه الورك شوب، بقى لنا الورك شوب. فهدخل برضو على المبنى نفسه وهاجي هنا كده الورك شوب، برضو هنحتاج منه اكتر من واحد. ليه؟ لانه الورك شوب دوت يعني الميكانيكي وكده، هو يعني بيجي فيه ويقعد يصلح ويظبط الحاجات البايظة في الفصة بتاعتنا وكده، في الحديقة بتاعتنا. فأنا أحطه هنا، وبعدين ناخد طريق من دوت ونطلع كده، وبعدين نبتدي نوصله ده هنا وده هنا. فإحنا كده بقت المباني بتاعتنا جاهزة. لو تلاحظوا إحنا كان معانا 40,000 أول ما بدأنا، دلوقتي 28، يعني صرفنا 12,000 على الطرقات دي وشوية المباني الرئيسية. احنا في مبنى واحد بس ما حطيتهوش، اللي هو المبنى بتاع العلاج. لو حصل
لو في حيوان مريض ولا كده لازم يجي يتعالج هنا، مش بنحتاجه في البداية، ولكن انا هحطه برضو تحسبا، وان احنا نبقى حاجزين فلوسه يعني، عشان ابقى عارف ان انا، لان بص ده مثلا ب 4000، فانا عايزك يعني اكون حاجز فلوسه خلاص. دول اللي موجودين دول بيتفتحوا معاك على طول من البداية، او ما تفتح نفس المباني ولكن عليهم كده يعني حائط وسقف وكذا ديكوريشن شوية يعني. الكلام ده مش هيفيدنا في البداية، في البداية خليهم انا كده ونعمل عليهم مبنى احنا بعدين، ولكن يعني انا عايز اقلل التكاليف قوي على قد ما اقدر. يعني لو تلاحظوا مثلا هنا ب 4000 المبنى ده، لو هحطه عليه زي كده شكل جميل هيكلفني 1000 زيادة، فانا اولى بيها دلوقتي اعمل بيها الحديقة بتاعتي. طيب من غير بقى، خلينا نكمل هنا ونشوف. احنا مش هعمل زينة دلوقتي، بس عايزين نحط المحلات اللي هي هيشربوا منها وياكلوا فيها الزوار بتوعنا. طيب احنا مبدئيا لازم لنا مكان استعلامات، السعر فيه 500 هنا زيادة فرق. والله انتوا عارفين انا هحط من ده يعني، لانه في البداية احنا مش هيكون عندنا وقت نزين وكده، فحطه من الجاهز ده. مبنى الاستعلامات حطه هنا، سيب مسافة صغيرة كده ما بينه وبين الطريق، وأحطه آخر حاجة ورا أقدر عليها. ليه؟ لأنه كده أنا بسيب له مسافة هنا الناس تقف طابور عليه، ما يعملوش زحمة في الشارع الرئيسي. فكده أول ما تدخل تلاقي على إيدك الشمال هنا في الآخر الاستعلامات. والله مش عارف مكانه يمكن غلط شوية، خلينا ممكن أعمل أندو وأحطه تاني. قبل الاستعلامات احنا عايزين حمامات، ومبنى الحمامات هو اللي هنا في الآخر لأنه كبير مش هيبين اللي وراه كده. حطيت الحمامات وبعدين احط بعد الاستعلامات. كده المبنيين الأولانيين اتحطوا، منسقين شكلهم مش وحش، الحمامات بس يعني اللي شوية بشعة ولكن لابد منها يعني. فنيجي دلوقتي عايزين نحط لهم مكان بقى يتسوقوا منه، ممكن مثلا محل آيس كريم، ممكن فود. أظن إحنا محتاجين فود ودرينك في البداية، فهاجي أخد هنا دوت المحل اللي هو اسمه تشيف بيف، ده نفس اللي موجود هناك في بلانت كوستر. طيب تشيف بيف نحطه هنا كده آخر حاجة، ونحط جنبه محل العصيرات. ديت عصيرات اسمها حاجة صودا، حاجة زي فواكه عليها صودا. بصوا نحطه جنبه هنا جنب التشيف بيف، حاول بس اظبطهم لأن مش هنحركهم تاني. تمام كده حلو. دلوقتي بقى انا عندي خيار، يا اما اعمل المنطقه ديت اللي جنبهم هنا تكون هي الكراسي والقعدات، يا اما احط هنا هوت اللي هي فيه حيوانات كده بتبقى يعني زي عقارب وكده. استنى اشوف البيت بتاعها فين. هنا دي بتبقى عقارب وحيوانات وكده، بتتحط في مكان بيبقى ليها 4 مداخل زي ما انتم شايفين، فانا هخليها بس ليها 3 مداخل، ونحط وراها هنا هوت، نحط وراها هنا الكراسي وكده لو عايزين حاجة للمطعم. ايه رأيكم؟ أظن دي هتبقى كويسة كده. أنا هحط ده هنا في النص، أظن كده في النص تقريبا، نحط واحد منه هنا ونحط واحد منه الناحية التانية. المبنيين دول هنبقى نحط فيهم مثلا عقارب وعناكب وحاجات زي كده وتعابين والكلام ده. هنا في المنطقة ديت عايز أقفلها طريق، نجيب كده طريق عادي، بس ممكن مثلا نديله خشب ونصغره.
وأخيرا بعد شوية عناد من المباني هنا والطرقات كالعادة، الألعاب دي كلها الطرق فيها هي أصعب حاجة، لو تبحثوا حتى في الإنترنت هتلاقوا كده. عملت هنا زي منطقتين كده بالخشب، هنا منطقة وهنا منطقة، والناحية دي نفس الحكاية، هنحط عليهم طاولات وكذا. بس بعدين دلوقتي يا دوبك اتبقى معانا 6500، اللي باقي لنا حاجتين. الحاجة الأولى إن إحنا نعمل السور بتاع الحيوانات أو المنطقة اللي هيتحط فيها الحيوانات، والحاجة التانية إن نشتري الحيوانات نفسها. فطبعا إحنا دلوقتي ما بين نارين، يعني أنا صرفت بصراحة كتير، حطيت دول الواحد فيهم تقريبا ب 4000 أو 3500، يعني دول كان ممكن نأجلهم بس معلش حطيتهم بقى وخلاص. فهاجي هنا أنا ناسي أوصل الطريق ده، خليني أوصله عشان منساش. تمام كده، كده الطريق ده توصل. الشجر حتى مش هشيله، بس ديت اللي حركها الشجرة اللي هي دي، نعملها موف، وقفها بعيد شوية كده. الشجر التاني كويس مداري على المنطقة، يعني على المشاكل اللي احنا عندنا. طيب دلوقتي هنعمل هنشتري حيوانات عشان نعمل الأقفصة من هنا. لازم نشوف ايه الحيوان اللي احنا نحطه، عشان كل حيوان ليه نوع قفصة معين وليه قوة، يعني جدران بتاعة القفص. فلازم ندخل على الانيمال تريدينج، وزي ما انتم شايفين هنا هتلاقوا احنا عندنا كمية حيوانات عظيمة. بص السهم هنا الصغير قد ايه، كل دي انواع حيوانات. شوف هنا غزال ده شكله جميل، ده زي أكل النملة أو حاجة زي كده، نعام، خنازير برية، ده بس سحالف تاني، شفت فوق سحالف بس شكلها نوع تاني يمكن، ودي زي الغزال برضو كده أو المعيز الجبلية، ده الباندا، تمساح، ما شاء الله في كمية حاجات عظيمة. إيه لو تلاحظوا احنا عندنا نوعين العملات اللي زي ما شرحت لكم عليها في البداية، في الفلوس وفي حاجة بالذهب بالورق دوت. الورق ده بناخده يعني نادر خالص كده نقدر ان احنا نجمعه. بس ما شاء الله في عندنا كمية طاووس قد ايه، كمية كبيرة. طبعا انتوا لما تبتدوا اللعبة يعني كل مرة تبتدوا هتلاقي يعني مش نفس الحيوانات، ممكن مرة تلاقوا النوع ده متلاقوهوش بعد شوية يجي، لأن كل حيوان بيجي ينزل هنا بيكون ليه وقت معين، مثلا ده يقعد هنا 12 دقيقة وبعدين هيختفي ويجي مكانه حاجة تانية، عروض تانية. فالقائمة بتاعتنا طويلة ما شاء الله، محيرة طبعا. أنا ممكن أجي أعمل تصنيف إن أنا مش عايز الحاجات اللي هي زي كده بالورق الشجر ده عشان غالي، وناخد الحاجات اللي بفلوس بس، أو بالورق شجر يكون يا دوبك في حدود إن إحنا نعرف نشتري ب 300. طيب ممكن أجي أنا هنا على البرايس وأقول له أنا عايز ديت الماكسيموم، الحاجة الواحدة اللي تعرضها لي تكون مثلا بمية و 170. يلا على اساس انه ايه ممكن مثلا زي كده ب 100 اشتري حاجتين مع بعض مش مشكله، والكاش خليها انليمتد كل حاجه لان احنا معانا ما شاء الله اغنياء جدا يعني. فاجي هنا تاني واعمل التصنيف بالنوع عشان يجيب لي كده. هنا اهوت عندي في نوع السلاحف دوت اسمه الدبرا تورتويس، خلينا ندخل هنا في التصنيف ونجيبه. بس مع الأسف مفيش غير واحد بس، ما عندناش غير ذكر واحد بس. حتى لو ممكن هنا أشيل التصنيف اللي أنا عملته ده ونشوف هيظهر حاجة، لا مفيش. طيب نفتح نشوف في ايه تاني تورتويس عندنا. في نوع دوت نوع سحالف تاني، يعني التاني كان اسمه الدبرا، اهو الدبرا تورتويس دوت نوع تاني، ده اسمه جالاباغوس. اسامي السحالف هنا تحسسك ان انت بتتكلم عن ديناصورات، جالاباكوس. والله يعني السحالف ديت مش وحشة، هو سحالف خيار جيد ان احنا نبتدي بيها لان متطلباتها وكده وعمرها طويل، يعني ما شاء الله بصوا في متوسط العمر هنا المؤشر ده بتاع العمر في منتصف العمر يعني 40 سنة. فبيعيشوا كتير يعني. وعندنا هنا سلحفتين حلوين خالص ممكن يبقوا كابلز بتوعنا نبتدي بيهم، اللي هي دوت سلحوف ذكر اهوت، الابيرس بتاعه او اللي هو البرستيج بتاعه 1900، فيعتبر كويس جدا وكل حاجة فيه معقولة. هو كمان برونزي يعني مش عادي، ده العادي خالص
ده ما فيهوش اي مميزات، ممكن تلاقوا فيه حاجات لونها احمر وكده، اما ده ما شاء الله يعني اسمه صفاته كويسه جدا، فهحط عليه هنا قلب وعشان احفظه انا في اللي هي الفيفوريت ليست لحد ما نشوف ايه بقيه الحيوانات اللي هناخدها. وكمان ديت الانثى ديت برضو كويسه جدا يعني، شوف مواصفاتها ممتازه، كل حاجه فيها ممتازه، فبرضو هحطها ايه هنا عليها قلب واخليها نركنها على جنب ونشوف هيحصل ايه. خلينا نقفل البحث اللي احنا كنا عاملينه ده ونشوف تاني، نفتحه كده على العام ونبص نجيب ايه تاني. طاووس والله بيغريني، خلينا نقرأ عنه الطاووس. الطاووس دوت لو جينا على أي حيوان هنا دوسنا عليه كده وندوس على الزوبيديا هيجيب لنا بقى معلومات عنه لو عايزين نقرأ. بص دوت مثلا الطاووس النوع ده في منه في العالم استيميتد تقريبا يعني 100,000 واحد طائر، فيعتبر من الطيور يعني ايه النادرة شوية، مهدد بالانقراض، مش مهدد قوي يعني، المهدد بالانقراض بيبقى ارقام اقل من كده ولكن يعتبر نادر يعني. وبيعيش هنا مثلا نقدر نشوف بيعيش فين في اسيا، هنا هو السبيشال ديت بقى الداتا اللي تهمنا هنا، ان هو مثلا بيعيش ممكن نحط 4 ميل 4 ذكور و16 نتاية معاه، يعني 4 ذكور و16 نتاية يقدروا يعيشوا مع بعض، فكده هو يعني ده يعمل قبيلة لوحده، حلو جدا يعني. وهو نوع يعني هو مش هجول يعني، في هنا حيوانات لو نيجي مثلا نشوفها في هنا ده طبيعي علاقته بالناس طبيعي، الطاووس كان مكتوب ايه ده طب يعني ده مرتاح كمان confident يعني بيشعر بالراحة لما يشوف ناس. في بقى حيوانات هنا اهوت لما نيجي نشوفها تلاقي بيروح كاتبين لك عليها ان هي شاي يعني خجولة، هو زي كده مثلا يعني ده خجول ما بيحبش الناس يعني، لما الناس تتفرج عليه يعني يبقى متضايق. يا حتى الدب ده، الدب كل الدب ده وخجول برضه. طيب كويس، احنا اهو نقرأ كمان عن دي السلاحف اللي احنا جبناها ديت علاقتها بالناس ناتشرال طبيعي خالص برضه، ما يخافوش من الناس. السور اللي محتاجينه اللي هنشوفه فين، محتاجين سور قد ايه، محتاجين من يعني جريد واحد يكون مستوى واحد السور، ونص متر كفاية جدا عليهم مش محتاجين أعلى من كده. الطاووس محتاج 1.25 متر وجريد 1 برضو. والله الطاووس بيغريني إن أنا أخده، هو على فكرة رخيص جدا يعني، لو احنا دسنا باك هنا رحنا على الطاووس بصوا فيه كام واحد، سيبنا من دول هنا مثلا بصوا بمية وكام، 170 190 200 في ديت بس مميزة، دي مميزة بس هو نسبة البرستيج بتاعهم أو إن هم يعني الأبيل بتاعهم نسبة جاذبيتهم ناحية الناس واطية أوي يعني 700 و800، مش عارف أجازف وأجيب منهم ولا لأ. والله نخليهم دلوقتي، ممكن ننقي أحسن 2 نحطهم في الفيفوريت، نحط دي مثلا في الفيفوريت عشان هي كويسة جدا. نشوف لنا ذكر كمان، دي أنثى تانية كمان كويسة برضه نحطها في الفيفوريت، نشوف ذكر واحد أعلى واحد أبيض ده، هو أعلى واحد دوت هو يعتبر أحسنهم بصراحة في المواصفات بتاعته، فبرضه خليني أحطه هنا ونسيبه ونروح في الليستة نكمل. الله بص الدب دوت دب ذهبي، ذهبي ده يعني معناه يكون حاجة ممتازة جدا، بس احنا مش قد دلوقتي. دلوقتي ممكن ناخد نعام، ايه رأيكم؟ على فكرة النعام يعني فكرة كويسة جدا، شفت عليه في أحد الفيديوهات يعني بيخلف بسرعة جدا. خلاص خلينا نتوكل على الله وناخد 2 نعامتين دول، هما الاثنين الموجودين بس نشتريهم على طول. ادي اشترينا خلاص كده، واروح انا الفيفوريت اونلي هنا وناخد السلاحف دي الاثنين برضو. ناخدين في البداية حيوانات أليفة يعتبر،
والانديان دوت والله ممكن ناخده. استنى نشوف بس عايز سايز قد ايه، عايز مساحة قد ايه. لو ياخد مساحة صغيرة هو عايز 312 متر، 312 متر مسافة صغيرة مش كبيرة. طيب خليني ياخده كمان، نشتريهم كده. احنا اشترينا 3 انواع حيوانات، يبقى احنا محتاجين 3 افصة. بس قبل بقى ما احط الافصة دلوقتي، انا عايز عشان منساش، فاجي هنا على الانيمالز اللي عندي واحدد عليهم كده، 1 2 3 4 كده كلهم. احنا عندنا 7، واقول لهم send to، مش على التريد سنتر هنا، هنوديهم على ده المختبر دوت، ان هم يتفحصوا الاول. بحس ان لو بعض الصفات السيئة، ساعات بيكون عندهم صفات سيئة مثلا كذا، بتتشال من عندهم. الموظفين احنا لسه ما حطناش اي موظفين، ما اعرفش اذا بياخد فلوس ولا لا في اسماء ان احنا بننزلهم. فخلينا نحط، هو دلوقتي نزل عندنا فيندرز اللي هم الموظفين بتوع المحلات. في عندنا 3 محلات، نزل لهم 4 لانه حطيت واحد وحذفته. فمحتاجين احنا دلوقتي اللي هو ده اللي بينظف، عامل النظافة الجميل، ادي 1. وعايزين كيبر برضو، ممكن 1 في البداية. وعايزين ميكانيكي، ننزل لحد وناخد 1 سكيورتي، هو مش محتاجينه بس تعال، عيب يعني نفتح حديقة حيوانات قد كده ومنحطش سكيورتي. وديت ايه؟ استنوا ما قراتش. ديت اللي هي الطبيب البيطري او كده، بص لابس كمنتيات بتاع. والله كويس كده، احنا بقى عندنا طاقم كامل اهو جاهزين، بس اول ما نشغل اللعبة هينزل. طيب ممتاز. دلوقتي بقى المفروض ان انا اجي واعمل الاسوار واحدد المناطق بتاعت الحيوانات بتاعتنا. اول منطقة هنعملها هتكون هنا، منطقة للسلاحف. دوت السلاحف هخلي لها دوت السور ده، وعايز اعملها بعيد شوية عن الطريق، ونعمل وراها طريق تاني، يعني هنا كده طريق تاني. دي كده بقت حديقة يعني، أو المنطقة اللي هيتحط فيها السلاحف بتاعتي. لو جيت حددت على المنطقة كده، دست عليها دبل كليك، هلاقي فيه سهم صغير هنا، أخده كده وأمشي بيه، حددها كاملة. وبعدين نحدد الارتفاع. لو افتكرتوا كنا شفناهم كان عايزين نص متر بس، هنا أقل حاجة ننزل بيها هي متر. بس في بقى حيلة تانية، لو جينا هنا وقلنا له احنا عايزين ان يكون التوب بتاعها كيرفت، أظن كده حلو، يعني يتهيألي هنا في نص متر. خلينا كده ونجرب ونشوف. باقي بقى إن أنا أعمل حاجتين، أول واحدة إن أنا أحط لهم باب من ورا هنا، نخلي الباب هنا كده مثلا. تمام حطينا لهم الباب. دلوقتي باقي أعمل طريق من هنا كمان، ناخد طريق عادي نديله نفس اللون دوت، نقول له مثلا خليك 6 متر، بحيث انه اللي عايز يقف يقدر يقف هنا يتفرج. لان انا لو كنت خليتها هنا على الطرف خالص، فالناس هتقف في بداية الطريق، يعني يعملوا ازدحام على الفاضي. احنا مش عايزين كده. ونيجي بقى نعمل المزرعة التانية بتاعتنا، بتاعت الطاووس. الطاووس هخليها الجهة التانية هنا، هو عايز متر وشوية، فبرضه خليني اجهز. بما ان احنا بنعمل الطريق، نعمل نفس الحاجة تقريبا الجهة التانية. تمام. وبعدين نيجي بقى نعمل واحدة تانية. الأول بس أشوف دي مساحتها بقت كام كلها على بعض. لو دوسنا على الباب هنا، لاند اريا لسه ما حسبهاش، ما أعرفش يمكن لما نشغل لسه اللعبة أو كده. بس هو بيقول لي هنا إنه هي marked as not habitat boundary، مش محددة إن هي يعني سور لحيوانات. تمام دلوقتي بقت habitat boundary، بقت محددة إن هي قفص للحيوانات. خلينا نشوف المساحة. أوه بص دي 780، والله انا كنت فاكر ان هي صغيره قوي. يبقى خلاص نخلي دي هي للطيور التانية بتاعتنا اللي هم الطاووس. 780 كبير قوي على السلاحف. هرجع تاني اعدلها، خليت السور 2 متر، وبعدين هاجي اعمل له بعض المناطق فيه تبقى مفتوحه زي شباك كده الناس تقدر تتفرج فيه. نحدد عليها ونيجي
النوع ده ما ينفعش يبقى شباك. طيب ناخد الخشب او نعملها ازاز خالص. ازاز خالص تمام كده، حولتها لازاز خالص ممتاز. نيجي بقى هنا عند السلاحف، ودي كمان جهزتها بس هعمل لها طريق هنا صغير. كده بقى عندنا قفصين، ده للسلاحف وده للطائر الطاووس بتاعنا. عندنا النعام بقى، النعام ما انتبهتش هو بيحتاج قد ايه. خليني ادخل على الزوبيديا هنا ندور على النعام. النعام بيحتاج برضه في حدود 700، وممكن يبقى قفص قد ده كده. يبقى نعمل القفص بتاع النعام هنا. انا عارف ان احنا طولنا شوية في موضوع القفصة والحيوانات وكده، ولكن بس في البداية معلش، وبعد كده الامور هتمشي معايا. خلاص احنا كده تقريبا جاهزين ان احنا نحط الحيوانات بتاعتنا. حطيت لهم هنا باب يقفوا عليه او يدخلوا منه اللي هم الموظفين بتوعنا. ممكن بقى دلوقتي نمشي اللعبة عشان يبتدوا فحص الحيوانات بتاعتنا. دلوقتي الحيوانات المفروض ان هي هتبقى هنا، استنى كده، لا هياخدوها من التريد سنتر يحطوها هنا اظن كده. الاتنين دول هما اللي بيشتغلوا في الموضوع ده، انهم ياخدوا الحيوانات. بص هياخدوها بكرتونة، بصوا جابوا لنا هنا حيوانين اهمت. وقبل ما الفلوس بتاعتي تخلص يعني على ما دول يتعالجوا، لان زي ما تشوفين شايفين هنا بص لسه بيتم الفحص بتاعهم دوت، اكتشفوا انه عنده مشكلة وبيعالجوها، فيعني قاعدين هنا لسه بيفحصوهم. فعلى ما تتم عملية الفحص دي احنا معانا 2000 وبتنقص دلوقتي لانه فتحنا الحديقة خلاص شغال. فانا مش عايز فلوسي تخلص قبل ما اقدر ان انا احط اللي هم الصناديق بتاعت الدونيشن على الاقل. ممكن نيجي هنا، هي بتكون فين؟ حتى صناديق الزبالة برضو محطتش، و ATM ماكينة محطتش. ممكن احط واحدة ATM، نخلي ال ATM فين؟ خليها هنا بعدين نبقى نحط واحدة تانية. شايفين الفلوس بتاعتنا بتخلص بسرعة ازاي؟ فدول ب50 لازم احط منهم، لان دول هما اللي هيجيبوا لنا فلوس بتوع الدونيشن، زي سلة كده ان الناس لما تتفرج على الحيوان ويعجبهم بيتبرعوا لنا بقى بشوية فلوس. بص الفلوس بتاعتنا طارت ازاي دلوقتي. المفروض انه بيقول لي ان الحيوانات خلاص جاهزة، في حيوانات جاهزة. فنيجي بقى ناخد احنا النعام، نقول لهم موف، حطولي النعام هنا، وبعدين هاتولي، خليهم بس الأول ينقلوهم. ناخد السلحفتين ونحطهم هنا، وناخد الطاووس، لا لازم ينقلوهم الأول. بص هو شايل الحيوان. استنى ده فينا حاجة، ايه ده؟ السور ده ليه حصل فيه كده؟ مش عارف، المفروض يبقى زي المفروض يبقى زي اخواته كده 2 متر، بس معرفش ايه اللي نزله قطم. طيب عالجناه الحمد لله، بس كده حط النعام. انا مبصيتش على فكرة النعام بيحتاج سور ارتفاعه قد ايه. اول نعامة اول نعامة دخلت عندنا. بص الزوار اهم دخلوا على طول، الزوار بدأ يدخلوا، دول طالعين لانه دخلوا البدري فما لقوش حيوانات خالص. بص شكلها حلو ازاي.
انت ايه مالك ماشي ليه كده؟ هو واحد بس اللي بيجيب؟ لا تعال خد واحد كمان. هو مين اللي شايل اللي بينظف؟ يبقى هات واحد كمان بينظف عشان يساعد في النقل. خليني اخد الطاووس التلاتة موف حطهم هنا. مفيش بقى اسهل من دي، حركة سريعة جدا. بصوص واخد السلحفة وراح يجري. ازاي هنا واحد حطوه سلحفة بس انا ما كنتش واخد بالي. اهلا وسهلا، عندنا سلحفتين، بس واحدة لونها مسود شوية واحدة لونها افتح. ده الذكر ودي الانثى. والله حلو. لسه طبعا بقى ايه الدنيا بايظة معاهم، في حاجات كتير مش عاجباهم في المكان بتاعهم ده، حتى الشجر اللي جوه اللي محطوط ده مش عاجبهم. فممكن ناخده نحركه نطلعه بره. بره مش هيقولوا عليه حاجة بس جوه لأ. كده بقى المفروض ان الناس هتبتدي تدينا فلوس. بص الطاووس لسه مش فارد الديل بتاعه، بس الأعشاب بتاعته عالية، أكيد بيكره الأعشاب. استنى دلوقتي بقى هنبتدي نعدل الأرضيات وكده لواحد واحد. بص ده الذكر، بص طول الديل بتاعه ايه ما شاء الله. بص بص بص. طيب نيجي بقى واحد واحد منهم، ندوس على ترين هنا ونبتدي نعدل له طبيعة المكان، عشان هو الوولفير بتاعه الويلفير بتاعه يعني هيبتدي ينزل، فاحنا مش عايزينه ينزل، مش عايزينه يبقى متضايق. هنيجي هنا بقى، هو محتاج ايه مثلا؟ متطلباته عايز جريس اللي هو الشورت، عايز كتير، احنا عندنا بس لونج هنا، فنقلل له الحشيش العالي دوت، نحط كله او مش كله يعني جزء منه كبير من الاعشاب الصغيرة، النجيل الصغير. واللونج جريس كده اتظبط، كل حاجة اتظبطت ممتاز، معندوش متطلبات كتير، بس يعني نحاول نزين له الدنيا شوية. هو بيحتاج شوية ساند، خلينا برضو نحط له ساند. هنحتاج نعمل ايه ده؟ ما شاء الله بقى معانا 1000، ممتاز. انا قبل بس ما اظبط له الدنيا نيجي نكمل الترين بتاع كل الحيوانات اللي عندنا. هنا عايزين شورت جريس برضو، وعايزين تراب يعني تربة عادية. فالتربة عادية خلينا نحط اللايت ديت، نقللها 3 متر مثلا. محتاجين تربة عادية بس كده. دلوقتي النعام بقت الدنيا معاه تمام أوي، بس من ناحية الترين بس لسه يعني ما كملنا له شوية الحاجات. نيجي على السلاحف الحلوة، الترين كل حاجة تمام، ناقصهم بس شوية رمل. عشان كده بنبتدي بالسلحف لأنه عندهم رضا غير طبيعي. عايزين رمل؟ خد رمل. تمام كده الموضوع، الترين كله اتظبط، فالولفير مش هينزل، الولفير مش هينزل بسرعة. فدلوقتي نحتاج بقى ابتدي اظبط لهم، نعمل لهم مثلا هنا بحيرة كذا، نحط لهم مكان يناموا فيه. لأن بص هنا محتاجين حاجة اسمها هارد شيلتر، يعني مكان يحتموا فيه ويناموا فيه يعني. فهنيجي على الشيلترز هنا، النعام مثلا عشان هو عالي ناخد له من الحاجات العالية ديت. ممكن ناخد واحد كبير مرة واحدة نحطه له هنا مثلا. تفتكر ده هيكفي النعام؟ أظن هيكفي، ولا يبقى لأ عايزين له حاجة كلها عالية. ينفع حاجة تانية؟ ده احنا مش بنحط النعام، احنا بنحط للطاووس. الطاووس طبعا قليل كده يكفي، القصيرة دي تكفي. خلينا نحطها له هنا اخر حاجة كده ورا، ونحط له زي حتت كده ينام عليها هنا. بص اعشاب كده ممكن نحط هنا مثلا خضرة
كده بقى عندهم 4 أماكن يناموا فيها. ممكن نحط في النص، لو شلت السناب بوزيشن ده ممكن نحط في النص صغيرة شوية عشان لو جابوا أطفال ولا حاجة. تمام، أظن دول موضوع الهارد شيلتر بتاعه متظبط. لو مسكناه كده جينا الهارد شيلتر بقى 100% كده، أموره لوز. باقي له بس شوية كفرج، شوية حاجات تغطي، لكن هو مش محتاجها يعني، هو كده تمام. الشجرة دي مش عاجباهم، خلينا نطلعها بره. صغنطوط قوي على فكرة، افتكرته أكبر من كده. ودي هتبقى أول ليلة تعدي على الحديقة بتاعتنا. خلينا نعمل لدول الهارد شيلتر بتاعهم هما كمان، مش محتاجين. واو مش محتاجين، يعني معتبرين ده هارد شيلتر خلاص، مش محتاجين مكان يناموا فيه. بس أنا لأ هحطلهم، معلش هحطلهم ولو حتة كده صغيرة حتى. بص بيناموا في أي حتة، يقعدوا في أي حتة. هو عالي يعني، دي بالنسبة له يا دوبك. بصوا والله لا تكفي خلاص، مادام هو مش محتاج يبقى نحط لهم بس واحدة هنا كده من باب الذوق، يعني إن احنا نحط له مكان ينام فيه. يجوا بتوع حقوق الحيوان وكده يقولوا لنا انتوا مش مدين للنعام حقه. نحط لهم كده، هو شكله بيحب ينام بره برضه، فحط لهم 2 كده بره يناموا عليه. كده اموره تمام، كل حاجه حلوه زي الفل. يعني المفروض ده بص بدأ يرتفع تاني، لو لاحظته كان 75 في البدايه، معانا دلوقتي 3900 والله 4000. نايس. السلاحف بقى محتاجين هارد شيلتر، بس السلاحف هنا بقى المره دي هعمل لهم حاجه مختلفه شويه، ناوي اعمل لهم حاجه مختلفه شويه. نبعد الشجر ده بس عشان نعرف نشتغل. ونيجي بقى نيجي على ناتشرال هنا نشوف صخور. صخور يكونوا هما بيحبوها، هما بيحبوا انهي طبيعة. نقدر هنا بص اللي هي التروبيكال، تروبيكال ممكن اجي هنا، لا استنى هنا ونجيب التروبيكال اهي. دي كل حاجة تروبيكال، هم أكيد هيتعايشوا معاها يعني، لو حطيناها جوه هنا المفروض إن هم مش هيزعلوا. آه مش فارقة معاهم في حاجة خالص، ما عندهمش مشاكل. طيب هعمل لهم بقى، أنا عايز أعمل لهم هنا كده زي شيلتر حلو كده، وأفتح عليه السور أو أبعد السور لورا. هو كده عملت لهم يعني الحاجة اللي كانت في بالي بصراحة، ان هو يعني ايه شبه الكهف كده هنا. طبعا معلش يعني المنظر مش طبيعي قوي، بس وهنا عملت حفرة، بس عايز السلحفة دي تطلع منها عشان اقدر اعمل لها مية. يعني عملت هنا حفرة عشان نعمل بركة، بس ما اقدرش احط المية طول ما السلحفة موجودة فيها. بس طبعا يعني ايه ربنا يديها الصحة بقى، بص ماشية بالراحة. على مهلك نرجع لها احنا بقى بعد شوية. انا بوظت له بالدنيا، بس مش عارف هل راحت الترين بقت مش مناسبة. اه بقى في ساند زيادة اوي، معلش نضيف لكم شوية تراب. محتاجين ايه؟ هما محتاجين شوية روك مثلا، صخور. بس كده الدنيا اتعدلت. يا ترى دلوقتي اقدر احط انا مية؟ اسمحولي. اه هذا راح أطول.
اهو اقدر احط ميه لحد هنا حتى. عشان بص حطيتها قريبة منهم فحطوهم في علب السلاحف. لا بس كده ميه كتير جدا. لا لا معلش خليني اعدل شوية الترين هنا ونحط لهم الميه. بس كده بقت حتة بحيرة كويسة، بس محتاجة شوية اعمل لها يعني رملة حواليها مش صخور. يلا فكهم بقى ريليس. بس كده تعالوا وروني انتوا راضين. راضين كل حاجة تمام بقى، عندهم بركة مية كمان. باقي بقى ان انا احط لهم شوية ورود وزهور وكده، ولكن عايز اجهز الباقيين برضو بس انه ايه يعني محدش يزعل. انا نسيت بقى حاجة مهمة، احنا ما شاء الله بقى معانا 5000. في هنا حاجة اسمها ابحاث بقى في اللعبة ديت، زي التانية برضو بتاعت بلاند كوستر، بس هنا الابحاث بقى اللي بنعملها عندنا دوت اسمه هيرمان. هيرمان دوت باحث ممكن يخليه يبحث لنا عن يعني نوع من انواع الحيوانات اللي عندنا، فعايزين نعين تاني كمان عشان يبحثوا مع بعض. خليه في الاول يتعلم عن الطاووس. وهنا في عندنا الميكانيكي برضو بيبحث لنا في الامور اللي هي العامة ديت بتاعت الحديقة. فانا اهم حاجة عندي موضوع ال والله مش عارف الباور، ان احنا نحط طاقة بشكل مختلف ولا نفتح ثيم معين عشان يفتح لنا امور. السور ممكن، السور ممكن خليه يبحث السور اول حاجة. كده احنا عندنا 2، فخليني اعين كمان كم واحد. الزو بتاعتنا من هنا اهو، عايزين احنا عندنا الفندرز امورهم تمام، عليه ضغط الصراحة الفندرز عليهم ضغط. ممكن نحط لهم واحد كمان فندر. وبالنسبة للسيكيورتي أموره لو، ما عندوش شغل كتير. الميكانيك كمان لو، بس هنحتاج واحد تاني عشان يبحث. وبالنسبة لده الطبيب، استنى ما شفتش، عندنا واحد بس وشغله عالي قوي يعني عنده ضغط، فممكن نحط 2 معاه. وبالنسبة للكيبر واحد بس، لا خلينا احنا عندنا 3 حيوانات نحط 3 بس يبقوا ايه 3 يبحثوا مع بعض يساعدوا بعض. وفي الاخر اللي بينضفوا واحد معانا 2 ماشي، نحط كمان واحد تالت. دلوقتي بقى عندنا كذا مهمة نعملها. المهمة الأولى أنا عايز أشتري من هنا حشرات أو تعابين. احنا معانا 250 دلوقتي ورقة. وهنا بصوا أنواع الحشرات والعقارب، بص العقارب دي، بس العقرب ده مش نفس دوت أظن، يعني ده بتاع الديزرت وده بتاع الفورست وده بتاع الصحراء وده بتاع الغابة. عايزين لازم يكون عقارب يعني نفس الفصيلة عشان نحطهم مع بعض يخلفوا ونبتدي نكسب من وراه. هنعتمد بالتجارة بتاعتنا على النظام ده الصراحة، هو يعني ده اللي في بالي ومعنديش غير كده. والله احنا ممكن ناخد العنكبوت ده تصدقوا، العنكبوت ده والعنكبوتية دي. بص ده ب 73 73 بس دوت يعني لونه بصوا ايه ذهبي. تعالوا ناخده ونجيب له أنثى. في هنا 2، واحدة بالفلوس واحدة بالبرونزي أو إيه سيلفر. ده سيلفر، لا نجيب السيلفر 37 مش حاجة. طيب نروح بقى هنا ونحدد عليهم، دول مش بيحتاجوا إن احنا نحطهم أظن في المركز اللي هو بتاع ده مركز الحجر، لا على طول نحطهم في مكانها. خلونا نيجي نحطهم هنا. وليه مش عايزني احطهم سنتزو؟ لازم احطهم هنا يعني الاول؟ مش فاهم صراحة ايه اللي حصل، بس وليكن. احنا محتاجين كمان حيوان تاني او كده نحطه في الناحية التانية. نفكر اجيب من ديت الاجوانا. الاجوانا عندنا النتاية انثى بص ذهبية، ناخدها. عندنا ذكر عادي مش مشكلة، بعدين هيجيبولنا. ناخد ده الذكر ده كويس،
ونقوم سليمت. بس المفروض ان هو نعمل كده ونحطه اهو. ايوه يعني ده ينفع نحطه هنا ونيجي للنتاية او الذكر بتاعها ونقول له send to zoo نحطها هنا. طيب وانت send to zoo اهو انا شغال. ونيجي بقى للسلاحف بتاعتنا دي اجوانا. بص بص اهو واحد هنا وواحد هناك اهو. محتاجين برضو هم ليهم متطلبات، بس متطلباتهم سهلة اوي. التمبريتشرز حلوة، هنا هو ديت اللي هي الرطوبة. الرطوبة عايزة تقل شوية، خليها مثلا كده. تمام كده الرطوبة تمام. الحرارة نقللها شوية، نقللها نخليها 29 كده. امورهم تمام زي الفل. هنا بقى في اللي اوت في حاجات المفروض هتتفتح، عشان هو اللي اوت ده مش عاجبهم. في حاجات هتتفتح هنا تخلينا ايه نقدر نتفرج، يعني نحط لهم حاجات اضافات يتبسطوا منها اكتر. ودي شاشات العرض اللي بتعرف الناس عن الايجوانا نفسها. خلينا برضو نحطهم هنا كده، الناس بتتفرج من هنا رغم ان انا حطيتها. طيب خلاص خليه ودول هنا اهوت. العنكبوت الوحيد خلينا نحط له برضه شاشة تعريفية. نحط ورا كمان مش مشكلة. تمام كل حيواناتنا احنا مش حاطين عليها أي حاجة في الإديوكيشن. لو نبص هنا أي من الزوار مفيش عندهم صفر إديوكيشن، مفيش أي معلومات عن الحيوان اللي هم بيتفرجوا عليه ده. فالمفروض إن نيجي هنا اهوت، أيوة من هنا، ونقول هنا ونجيب شاشات تعلمهم عن الحيوان ده. مثلا انا بفكر اخلي شاشة هنا. الشاشة دي بقى نعمل ايه؟ بندوس عليها كده، نيجي هنا ونقول له يعرض لنا عن النعام. بصوا يعرض معلومات عن النعام نفسه، الناس تتفرج وتبتدي تتعلم وتتثقف حوالين النعام. نيجي هنا كمان على الطاووس، بيجيب لي هنا انه الانسبكتور هيجي بعد 7 شهور. في انسبكتور هيجي يبص على الحديقة بتاعتنا. احلى حاجة ان احنا لما نحط الشاشة ديت على طول هو بيجيب لك الخيار الاول الحيوان الاقرب ليها. يعني بص لو نزلنا تحت في كل حاجة، بس هو لوحده بيجيب لك الحيوان الاقرب. دول اتفرجوا ودفعوا تبرعوا، ما شاء الله فلوسنا طايرة. يعني ممكن بقى نحط لهم كمان سبيكرز للتعليم، مثلا نحطها هنا على حرف السور ده. نحط واحدة من الناحية التانية كمان، نحط لهم واحدة هنا على الشاشة أو في ظهر الشاشة. دي بقى السماعة بندوس عليها برضو نفس الكلام، نقول لها اتكلمي عن السلاحف. نيجي برضو هنا نحط لهم شوية سماعات وارجع لكم. شوفوا هنا بصوا وانا بحط السماعات لقيت ايه. نعم صغنون. جابولنا نعامة صغنون. كده بقى نبتدي نتاجر ان شاء الله، يعني بس يكتروا شوية ويكبروا ويزيد العدد بتاعهم نبتدي نتاجر فيه. حتى هنا الله، حتى هنا بص عندنا ايه، 3 عندنا 4، بص في واحد هنا كمان. الله الطاووس ده بينتج بسرعة، يعني بيخلفه بسرعة. بص طالعين عندنا، طالع 1 ذهبي 2 ذهبيين و2 سيلفر. نايس. حتى بصوا اللي طالعين أكتر بكتير من أبهاتهم.
يعني الابيل بتاعهم الاب والام، بص كم كانوا، 700 600 وشوية، اهو 780. الجداد اللي طالعين الابيل بتاعهم بص 1200، نايس. حتى السيلفر الابيل بتاعها عالي، وهنا 1600 الاب والام، 1100. ياه، يعني اللي بيتخلفوا عندنا او اللي بيتولدوا عندنا يبقى الابيل بتاعهم اعلى. نشوف هنا المزرعة دي حصل فيها انه خلفوا برضو ولا لا. لا لسه هم 2 بس. احنا احنا حيواناتنا كلها ناسيين نحط لهم الاكل. وقف وقف، انا ازاي ناسي دي؟ كل حيوان ناسي ان انا احط له اكل ولا ميه، دول خلفوا كده وبتاع بياكلوا بس من الارض، ما حط لهمش. ياه، غلطة كبيرة. يعني معلش، بس اقول دول عندهم ميه سلاحف. ماشي، دي الاكلات اللي ممكن ياكلوا منها. كويس والله انهم ما ماتوش على فكرة، كان ممكن يموتوا. دي بتاعت مية، بص فيها حنفية لوحدها كده واصلة بالمية بتاعتنا، مواسير لوحدها تتملي، يعني ما تحتاجش اللي هو الكيبر ده يجي يعبيها. بس كده حطينا لهم، احنا اسفين والله، معلش. خلينا نروح على الابحاث هنا ونشوف ايه اللي حصل. احنا بص خلصنا كام بحث، 4 ريسيرش دان في الطاووس، وعندنا 2 دلوقتي فاضيين. خلينا نحط واحد على ده وواحد على السلاحف، ونيجي على الميكانيكي مخلصش حاجة لسه. خلينا نفتح مثلا، نفتح ايه، استنى نفكر الأول. الهابيتاتس ممكن نشوف ديت، يمكن تفتح لنا مثلا أنواع، يعني سور جديدة أو حاجات جاهزة للحيوانات جديدة مثلا. طيب بما ان احنا كده فتحت عندنا موضوع الطاووس هنا، عملنا عليه بحث. فبص بص بص، والله جعانين كلهم بياكلوا، يا حرام. خلصوا الاكل، تعالى 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 عبي لهم تاني. راح يدخل يستريح، هيجي يعبي لهم بعد شوية تاني اكل. او هنا عندهم اكل، بص جاوا يخلصوا الاكل اللي هنا كمان. يا عيني، معلش. طيب احنا دلوقتي لو جينا هنا على الهابيتاتس نفسها وكتبت مثلا هنا انديان، او من غير ما اكتب حاجه لان هو الوحيد اللي فتحت لنا حاجه هنا اسمها الانريشمنت. انريشمنت اللي هي زي حاجات يعني ايه تسعدهم، حاجات يلعبوا فيها وكده يتسلوا بيها. ديت حاجه للاكل، تسالي في تسالي نوعين، تسالي لعب وتسالي تسلق وكده، وتسالي للاكل. تسالي الأكل عندنا ديت لو حطها لهم، بص مثلا هنا معايا نحط لهم مثلا، نحط لهم دي في النص هنا، زادت 58%، 85%. نحط واحدة كمان مثلا هنا في الآخر، زادت 100% التسالي بتاعت الأكل. باقي تسالي الألعاب، الألعاب مش مفتوح لهم غير دي دلوقتي، فخليني أحط لهم مية دي هنا، أحط لهم واحدة تانية هناك. يعني نحط لهم قد ايه كل ده؟ عايزين انواع تانية هم من التسالي على فكرة، مش دي بس، لسه هيتفتح لنا حاجات تانية. بس لحد ما يتفتح هما كده اهو دلوقتي، كويس 3 حلوين اهو. رشاشات كده، بص ترش مية يلعبوا بقى فيها هم. طبعا لما يكون الحيوان نفسه سعيد المتشاهدين بتوعه هيكونوا مبسوطين اكتر كمان. اظن دول هيحتاجوا، يعني ممكن نحط لهم نفس التسالي. استنى نشوف، نجرب، خلينا نحط لهم مثلا من دي. اه زودت لهم، كويس كده زادت لهم يعني على الأقل 50% التسالي بتاعتي. تعالوا نشوف السلاحف نظامها ايه. لو حطينا لهم ديت مزيدش حاجة، نشيلها نحط المية. طيب المية زادت لهم حاجة، نحط لهم هنا كده زي نوافير كده مية،
خلاص كده دول برضو 50% لحد ما نبحث عنه. هنا بيقول لي ايه؟ ان في بحث اكتمل بتاع السور. تمام كمل. لحق يخلص هو؟ ايه ليه البحث بتاعه سريع جدا كده؟ خلص الطاووس خلاص على الاخر، ختمناه ودخلنا في ده. طب بما انك خلصت الطاووس، تعالى ادخل ابحث لي الاجوانا. انت سوبر اسمه هيرمان او لا هارمان؟ والله سريع. دوت بقى ايه اللي زعلان منه؟ يشكي ان هو يمكن فينه اصلا. هنا العنكبوت ده هو مش في الايدل، مش في المكان المناسب ليه. طب يا ابن الحلال، ما هو انا محدد لك التمبريتشر. نقلل التمبريتشر شوية. هنا كده كويس. 28، 27. يلا والرطوبة أمورها تمام. ده الولفير بتاعه برضه نزل جامد. خلونا نبص إذا ظهر حاجة تاني، جه حاجة تاني ولا لأ. فاكرين ده هو ده نفسه اللي احنا معانا؟ استنوا، اللي هو السلمون ده. السلمون احنا معانا ذكر عايزين له اناتي، فهنا ظهر معانا هو 2 اناتي او 3. ناخد ديت، ناخد دي ب 36 ونقولها سنتوزو، نحطها مع ده. اخيرا اخيرا جبنا له زوجة. باقي لنا بقى نعمل قفص تاني ونشتري النوع المختلف. تستنى الاول نبص اذا موجود، اللي هو ده جه ذكر كويس. عندنا 2 اناتي هنا، واحدة اطلقناها للطبيعة. طيب كده يبقى نقدر ان احنا نحط واحد كمان من المباني دي. تمام كده حطينا اخيرا العناكب الغريبة اللي احنا جبناها. الاتنين شبه بعض قوي، انا ما خدتش بالي اصلا وانا بشتري. بس العناكب دي احنا مش حاطين لهم حاجة يتبرعوا عندها. تعالوا الحديقة بتاعتنا، انا حاسس ان هي كبرت قوي يعني. بص الزوار كتير ان شاء الله. احنا محتاجين بقى ان احنا نكمل شغل بقى في الحديقة ونظبط، نحاول نجيب حيوانات حتى مفترسة شوية ونحاول نعدل الوضع اكتر. هو يعني امورنا الحمد لله ماشيه كويس. انا بادئ المود دوت اللي هو اللي اسمه التشالنج، مش الفرانشايز او كده. انا قلت يعني ابتدي بقى اسهل حاجه عشان انا لسه ما اعرفش كتير عن اللعبه. وخلصنا كمان هنا اهوت من التشالنج ايات، خلصناهم. خلينا نكسبهم كده. ما شاء الله معانا 21,000. ممتاز اوي. ده بيقول لي ايه؟ مش في الايديال تمبريتشر بتاعته. خلينا نعدل لهم التمبريتشر قبل ما نقفل. درجة الحرارة عايزة تعلى سنة بس. تمام كده بقى امورهم تمام الحيوانات دي. واحنا يعني الدنيا معانا ما شاء الله ماشية كويس بصراحة. يعني انا تفاجأت. انا عملت حديقة حيوانات قبل كده مع نفسي في خلف الكواليس، بس يعني الدنيا كانت زيطة خالص، ويعني اضطريت حتى اخد لون وكده. قلت يلا خليني اقول بسم الله وابتدي اصور، ما عرفتش ايه اللي هيحصل معايا. فاول حاجه انا حابب يعني اشكركم جدا انكم وصلتوا معايا لحد هنا اهوت. وتاني حاجه بعتذر جدا اذا صوتي شويه في يعني مختلف شويه او كده، لانه انا عندي برد اصلا. ده السبب اللي خلاني اتاخر عليكم اليومين اللي فاتوا دول في الفيديوهات. ويعني المره التانيه والتالته حابب اشكركم على وجودكم لحد هنا ودعمكم ليا. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وتسيبوا لي لايك وتعليق على الفيديو ده. نشوفكم على خير. سلام.